أهلا بكم مشاهدينا في العاصمة المغربية الرباط، حيث نستكشف الحضور المصري في الفعاليات الثقافية المغربية، وعلى رأسها المهرجان السنوي مغرب الحكايات. المهرجان تنظمه الأكاديمية الدولية مغرب الحكايات للتراث الثقافي اللامادي برعاية جلالة الملك محمد السادس وبالرئاسة الفخرية لشقيقته الأميرة للا مريم. أكثر من 40 دولة تشارك في المهرجان من مختلف القارات، وأكثر من 100 راو وحكاء. وبشكل خاص يضم الوفد المصري عددا من المبدعين والفنانين الذين يتمتعون بمكانة خاصة، ليس فقط من إدارة المهرجان ولكن أيضا من بقية الدول المشاركة التي تعرف قيمة مصر وأهميتها التاريخية والثقافية. مع اقتراب الدورة 21 من المهرجان، نستعيد أبرز الفعاليات التي استضافت مصر في الدورة السابقة وأشهر الرموز الثقافية التي تمثل مصر على أرض المغرب، نتابعها معكم في هذه الجولة الشيقة في عدد من المدن المغربية، والبداية من العاصمة المغربية الرباط. قصبة الوداية، قلعة الرباط الحصينة التي حافظت لقرون طويلة على تاريخ المغرب وحضارته. مرحبا بكم كاملين. من هنا بدأ الحكواتية من مختلف الجنسيات رحلتهم في مهرجان مغرب الحكايات. تحلقوا أمام الباب الكبير، وبدأ كل منهم يستعرض لمحة من أسلوبه. الموت دوما في كل بلاد. يا مكان جينا لكم من مصر نحكي لكم حكايات من قديم الزمان. فرعنا على من بورسعيد، على انا، على اسوان، على اسكندريه البلطيه، اسكندريه المريه، وحكايات قد الدنيا من مصر الغنيه. كانت اشعه الشمس تعانق جدران القلعه الشامخه، وامواج نهر ابي رقراق تتهادى ثم تنصهر على الصخور العتيقة. ثم جاء دور مصر، اعتلت خشبة المسرح أروائية أسماء عواد وسردت حكايتها. حكايتها والحكايات اللي أنا حكيتها طول عمري، حكتها لأمي وأنا حكيتها أنا كمان من أمي، وبحكيها لكم، وجيت أهو عشان تعرفوها وأقول لكم توتة توتة خلصت الحدوتة حلوة ولا من حلوة. ومن بعدها قدمت الشاعرة المصرية أماني محفوظ حكايتها عن تضحيات الأم من أجل تربية الأبناء بعد رحيل زوجها. والنهاردة هديتي الأخيرة ليك هي ضفيرة شعري اللي قصتها عشان خاطرك. مبروك يا نور.